بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكا، خدمة للفنيين الناس العادية. هنقدم لكم النهاردة أطراف العدسات، أطراف العدسة وألوانها إزاي نوصلها لأي طرف، وهنقول لكم اللون والطرف توصله فين. بس احنا هنبدأ يعني عدسة، هنبدأ الفيديو ده بعدسة تايمر. زي ما احنا شايفين ده ريسيفر كينج سات. ده يا جماعة ليه نظائر تانية كتيرة بتشتغل بنفس نوع الرموت الواحد اللي هو اللي احنا بنقول عليه تايمر. ده تايمر نتيجة لوجود كلمة ايه، يعني احنا معلمينه بكلمة ايه، زي ما احنا شايفين كده الزرار دوك تايمر، يعني 1 2 3 4 ومكتوب عليه ايه تايمر، فمجازا كده بنقول عليه تايمر الجهاز، يعني ريموت تايمر. نيجي نجيب نعرف الاول الريموت اللي بيشغل الرسيفر، ونقول لما نيجي نطلب العدسة من الراجل اللي هو او البياع نقول له احنا عايزين عدسة تايمر، مش عايزين عدسة مثلا الرسيفر كينج ستار، لان يمكن ما يعرفش. بس الناس معلماها وتقريبا كده كل الفنيين والبياعين عرفوا ان في عدسة معينة اسمها تايمر بتشتغل على مجموعة الرسيفرات اللي هي بتشتغل بنفس نوع الرموت دوك رغم اختلاف الشكل. بس انت طب انت هتعرف العدسة بتاعتك منين؟ هتشوف الرموت بتاعك زي ده كده مكتوب عليه تايمر هنا كده، تعرف ان هي دي عدسة اسمها تايمر. تروح تقول للبياع انا عايز عدسة تايمر، ما تقولوش انا عندي كينج سات، او انك تاخد الجهاز معاك وتاخد معاك الرموت علشان يعرف يركب له العدسة المناسبة ليه، مش اي عدسة يا جماعة بتركب. طيب كده احنا عرفنا ان العدسة بتاعت ايه ريموت تايمر اهو. طبعا ادي العدسة زي ما احنا شايفين يا جماعة كده ليها 1 2 3 4 ليها 5 اطراف اهو. طبعا ساعات انا جات لي واحدة يعني او واحد كل دولك مقطوعين، فطبعا من عدسة لعدسة او من ماركة لماركة بتختلف توصيلها. احنا بنجتهد كفنيين بنوصل لاطراف الاطراف بتاعته السالب والموجب والاي ار ومش عارف والداتا والحاجات دي باجتهادات كده. بس الناس العادية توصلها ازاي او الفنيين يوصلوها بسرعة ازاي؟ فانا كده جايب الاطراف بتاعت العدسة تايمر. اول طرف من فوق كده يا جماعة اللون الابيض اللي هو مكتوب عليه السي ال كي او الكليك السي ال كي ابيض. الاحمر ده يا جماعة اللي هو بعديه على طول الدات او الداتا، يعني هو مكتوب عليه دات او داتا اللون الاحمر. اللون الجي اللي هو الارض الاسود، ده الاسود اللي هو الجي او الارضي، ده بنوصل له الارضي بتاع الجهاز الرسيفر اللي هو مثلا الاجزاء الحديدية دي بتبقى واخده ارضي. اخر طرف اللي هو قصدي الطرف الازرق دوك اللي هو الفي اللي بياخد الفولت بتاع تشغيلها، بدخل له الفولت بتاع تشغيلها وبياخد رمز في. اخر حاجة تحت كده اللي هو المخدر شوية دوك باهت شوية اخضر مخدر اللي هو الاي ار بتاع تشغيل الإشارة بتاعت العدسة بتاعت الرموت. يبقى نقول تاني يا جماعة، أول حاجة أطرافها أبيض كليك، تاني حاجة أحمر داتا، أسود جي، أزرق اللي هو الأزرق اللي هو الفي أو فولت التشغيل، الأخضر الآي آر. بدل إحنا كده عرفنا الأطراف بالتدريج بدل العدسة دي تايمر. في ساعات الاي سي لو بايظه وعايز تغيرها يعني الرقم بتاعها في دي 65 سي اف دي 65 سي زي ما احنا شايفين كده اي سي لازق. ارجو ان اكون قلت حاجه مفيده. ده الشكل الامامي يا جماعه، ما فيهوش غير الارقام اهي والايه والعدسه بتاعه الاستقبال الريموت. وصل الاطراف دي على الاطراف اللي انا قلت عليها، ان شاء الله العدسه هتوصلها صح. شكرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.